تعالى اكلمك على انواع الاكتف دايركتوري ريستور. ماشي، نكتب كده تايتل للموضوع ده، اكتف دايركتوري ريستور تايبس. ماشي، في عندي نوعين من الريستور، من الاستعاده. في حاجه اسمها نون اوثوريتيف اوثوريتيف ريستور، وفي حاجه اسمها اوثوريتيف ريستور. ركز معايا قوي، الحته دي مهمه جدا جدا جدا. في عندي نوعين من الاستعاده للاكتف دايركتوري، في حاجه اسمها نون اوثوريتيف وفي حاجه اسمها اوثوريتيف. ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ بص، نفترض انه انا كان عندي دومين كنترولر واحد، ماشي، او كان عندي اثنين دومين كنترولر، ما عنديش عدد كبير يعني. خلاص، افترض انه ده دي سي 1، افترض ان ده دي سي 2. ماشي، دي سي 1 هنفترض انه كان في يوزر اسمه علي، ماشي، وعلي ده كان مثلا كان فوق يو اسمها سيلز. بعد ما كان في يوزر اسمه علي، انا عملت باك اب، ماشي، انا عملت باك اب في المرحله دي، ماشي. طيب اللي هيحصل ايه؟ هتلاقي بقى القلم بتاعنا بمجرد اللي انا عملت باك اب، طبعا بما ان في ريبليكيشن ما بين السيرفرين دول دي سي 1 ودي سي 2، فكون انك انشات يوزر اسمه علي، ماشي، هيت برضه هيتنشا هنا يوزر اسمه علي، ما عندكش ادنى مشكله، خلاص علي هنا وعلي هنا، ماشي، وانت اخدت باك اب. كل اوبجكت في الاكتيف دايركتوري له حاجه اسمها الفيرجن نمبر، فيرجن نمبر، تمام. فكل تعديل على الاوبجكت الفيرجن نمبر بتاعه بيزيد. فانا هفترض ان الراجل ده كان فيرجن نمبر 1 بتاعه 1، فاتنقل هنا علي بقى فيرجن نمبر 1، ماشي، في الاويو بتاعته وليكن مثلا اسمها اتش ار، تمام. لاي سبب من الاسباب علي ده اتدلت او حصل مشكله في دومين كنترولر، تمام. خلي بالك انا بكلمك على نان اوثوريتيف ريستور، اللي هو بيستخدم في حالات السيناريوهات البسيطه، مش السيناريوهات المعقده زي ما نشوف كمان شويه. نان اوثوريتيف ريستور السمه الاساسيه انه بيرجع لي الاوبجكت بالاوريجينال فيرجن نمبر، بيرجع الاوبجكت من الريستور بالاوريجينال فيرجن نمبر. يعني بفرض مثلا انه دي سي 2 ده وقع، الداتابيس خربت، حصل فيها مشكله، خلاص انا بمنتهى البساطه طبعا اليوزر ده اتدلت والسيرفر كله وقع، انا هنا هضطر ان انا اعمل ريستور للداتابيس بتاعت الاكتيف دايركتوري. وبعد ما اعمل ريستور لسيستم ستيت، طبعا سيستم ستيت، بعد ما تعمل ريستور سيستم ستيت هيسالك عايز تعمل ريستارت، حاجه من الاثنين، يس او نو. لو قلت له يس انا عايز اعمل ريستارت، معناه رجع لي الاوبجكت بالاوريجينال فيجن نمبر، يعني هيرجع لي اليوزر اللي اسمه علي زي ما كان بالفيرجن نمبر اللي هو واحد، وده معناه ان اليوزر يرجع نورمال والاكس دايركتوري يرجع شغال والدنيا تمام. فالحاله بتاعت النون اوثوريتيف ريستور دي في الحالات العاديه اللي انا عايز اريكفر دومين كنترولر بشكل سريع. واحد ممكن يقول لي طب ما انا عندي حل تاني، نفترض لو السيرفر ده كان ضرب اقدر احط انا سيرفر تاني واعمله اديشن دومين كنترولر. كلامك صح، كلامك صح، وهيسحب الداتا من دي سي 1 ويشتغل، ولكن ممكن يكون دي سي 2 عليه ابلكيشن وعليه داتا، فيهمني اللي انا اعمل ريستور في نفس المكان. يبقى ريستور نون اوثوريتيف او له اسم تاني اسمه النورمال ريستور، نورمال ريستور في الحالات العاديه بيرجع الاوبجكت بالاوريجينال فيرجن نمبر. من الاخر بنستخدم النوع ده من الريستور لو انا ما عنديش فيلير في عدد كبير من الدومين كنترولرز، حصل كارثة وراحت مسمعة في كل الفروع، لا نان اوثوريتيف ما ينفعكش. وصلت؟ يبقى فهمتوا نان اوثوريتيف ده بنسميه نورمال ريستور او الريستور المعتاد، اللي هو بيرجع كل كائن بالفيرجن نمبر بتاعه وبيرجع السيرفر نورمال زي ما كان. اتفهم؟ هندسة، هو السيستم ستيت باك اب ده اقدر استخدمه لو السيرفر عندي، لو على مستوى الاوبريتنج سيستم السيستم فيل اقدر اركب الاوبريتنج سيستم؟ ايوه، ما هو جواه اصلا بياخد السيستم،
بياخد البوت فايل والسيستم فايل والريجستر وكل حاجه، انا برجع بيه سيستم من جديد بالريجستر بكل حاجه زي ما كانت. مش بالاكتف دايركتري بس. لا لا، ما هو بقول لك هو باكج على بعضها. طيب في سيناريو اللي هو نقدر نرجع فايلز معينة منه ايوه ساعتها للاكتف لازم، دايركتري. وساعتها بقى لما مش هرجع سيستم ستيت هخش على اه الويندوز باك اب وهم قايل له ريستور وهات لي الباك اب ده، وساعتها اقول له ايه هات لي فايلز بس لو انا عايز ملفات معينه منه. تمام. يعني هرجعه جرافيكال، مش مستاهل ان انا اعمله سي ال اي جرافيكال واختار الديت والتايم، وساعتها اقدر ارجع ملفات معينه بس منه. ماشي، انما دلوقتي انا بكلمك عايزك تركز معايا في حالات النون اوثوريتيف اللي هي النورمال في الحالات العاديه خالص. حد عنده سؤال فيها ولا الدنيا كويسه؟ الريستور اللي احنا عملناه ده نون اه اوثوريتيف ده بص احنا هو لسه ما خلصش، يعني لما يعني. يخلص هناخد القرار نون اوثوريتيف ولا اوثوريتيف. ماشي، تمام، على بس حسب انا ايه سواء. انا يهمني تفهم الحاله دي لوحدها امتى. حد عنده مشكله فيها يا شباب ولا الدنيا تمام؟ ماشي بس ممكن تاني بس نفس الحالة دي. طيب حاضر. الفكره بتاعت النون اوثوريتيف زي ما اتفقنا انه انا عايز اريكفر سيرفر وقع وبشكل سريع وبنفس الابلكيشن والداتا اللي كانت عليه. ساعتها ممكن مثلا اقول والله خلاص انا هعمل ريستور سيستم ستيت يرجع لي الويندوز ويرجع لي الداتا اللي كانت موجوده على السي، خاصه مثلا بخدمات تانيه معاه وليكن زي السيرتيفيكت او الكلاستر، المهم انه يرجع في الحاله النورمال بتاعته، وبيرجع لي الاوبجكت بالاوريجينال فيرجن نمبر، يعني يرجع الاويو سليمه زي ما هي واليوزرات جواها والجروبات جواها كل حاجه، الحاله المثاليه يعني. تمام، وزي ما قلت لك ان النون اوثوريتيف ده في الاعطال العاديه مش الكريتيكال، الاعطال العاديه في سيرفر او اتنين بس. ماشي معايا كده يا شباب؟ هنروح نتكلم بقى على سيناريو مختلف خالص، اوثوريتيف اللي هو الاوثوريتيف. الدنيا تمام؟ حابب قبل ما انقل على التالي ده اهو تكون طب داخل هندسة، كويس. طيب دلوقتي أنا رجعت ال non authoritative ستوري. طيب الفيرجن الأوبجكتس راجع بيه قديم، طب نفس الأوبجكتس ديت على الدي سي 1 حصل عليها تعديل أثناء الريستور. دي سي 1 هيفرض تعديله عليا واخدهم منه واقول له اهلا وسهلا ما عنديش ادنى مشكله. تمام، انا كده برجع الداتا بيز من الاخر از ديستنيشن، يعني انا بتلقى الابديت من السيرفرات بدون اي مشاكل. تمام يعني دي سي 1 هيريبليكيت في دي سي عادي 2 بعد خالص. اللي بعده. ممكن يديني تعديلات اللي ما كانتش موجوده عندي وقت ما كنت واقع وما فيش اي مشكله خالص. تمام، مش العكس يعني. لا 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 لا، مش ده لسه هنتكلم اوثوريتيف لسه. ماشي، يبقى طيب نون تمام. اوثوريتيف ريستور ده نورمال ريستور في الحالات العاديه، ان ما حصلش فيلير على مستوى الفروع على مستوى كل سيرفرات الدومين كنترول. تمام، ده استرجع بيه سيرفر كده سريعا. طب تعالى بقى اوريك الحاله الثانيه الكارثه. ماشي، تعبان نشيل الخزعبلات دي كلها. ماشي، طيب بص معايا دلوقتي، نفترض انه انا عندي مجموعه كبيره جدا من الدومين كنترولرز. ماشي، المره دي الموضوع وسع معانا، انا عندي دي سي 1 وده دي سي 2 وده دي سي 3 وده دي سي 4. ركز معايا قوي بقى في اللي حصل هنا. انا كان عندي مثلا او يو باللي فيها فيها شويه يوزرات. تمام، والاو يو دي انا مثلا مسميها اتش ار، كلها واخده فيرجن نمبر 1 خلاص. مع الريبليكيت اصبح انه الاو يو دي هنا باللي فيها، او يو دي هنا باللي فيها، او يو دي هنا باللي فيه، خلاص يبقى كله عنده فيرجن 1. يبقى اصبح ان ده عنده فيرجن 1 وده عنده فيرجن 1 وده عنده فيرجن 1، معناه ان الاو يو موجوده بالناس اللي موجوده فيه. وفي هذه الاثناء رحت انا عامل باك اب، انا اخدت باك اب سيستم ستيت والدنيا تمام عندي مفيش اي مشكله خالص. لسوء حظي، لسوء حظي واحد قام جاي بيهزر او انا غلطت كادمنستريتور ورحت مدلت الاو يو دي. احنا عارفين ان اي حاجه انا بدلتها بتروح فين. ها جاوبوا يلا يا شباب، لو انا بدلت اي أيوة. السايكل لا السايكل لا البي البي دي بي لا التومبستون لا لا، الكونتينر اسمها ايه؟ الكونتينر ليها ايه؟ تومبستون لا بي ال دي لا، التوم ستون دي ال محطه احتفاظ باوبجكت. ال دي بي لا
اسم الكونتينر ايه اللي بينزلوا فيها الكائنات المحذوفه دي لها اسم. ريليتد اوبجكت. ايوه كده، هي من اسمها ديليت اوبجكت صح. ريليتد اوبجكت فاصبح ايوه، فاصبح ان الناس دي هتنزل في الديليتد اوبجكت كونتينر، وطبعا الفيرجن بتاعهم هيختلف، هيبقى فيرجن 2. اصبح ان هو بسمع الكلام ده هنا وهنا وهنا، اصبح ان الفيرجن بقى فيرجن كام؟ 2، يعني متدلته فيرجن 2 متدلته فيرجن 2 متدلته. طيب انا لو حبيت اتذاكى ورحت جاي على السيرفر ده ورحت قايل له نون اوثوريتيف ريستور يعني نورمال ريستور، النورمال ريستور قلنا بيرجع ريستور بايه؟ لسه قايلها من شويه. بالعمل بالفيرجن بتاعها بالفيرجن ايوه بتاعها. الله ينور عليك، بيرجع بالاوريجينال فيرجن نمبر. يعني انا نجحت ان انا عملت ريستور هنا، خلاص رحت انا مرجعهم موجودين تاني بفيرجن نمبر 1. ولكن لما يحصل ريبليكيشن اللي له فيرجن نمبر اعلى هو اللي بيمشي كلمته، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه للناس دي بعد ما رجعوا؟ هيحصل لهم ايه؟ الله ينور هيدلته مرة عليك. تانية. ايوه، لان دول هم اللي ليهم اليد العليا، دول فيرجن نمبر اعلى، هم مدلتين. اذا نون اوثوريتيف ما ينفعش هنا. اذا لما يقول له ريستارت يس ولا نو، هقول له نو، ما انتش مرستر. ليه بقى؟ هخش اعمل اوثوريتيف ريستور. اذا تطلع من هنا بمعلومه ان اوثوريتيف ده مش نوع ريستور مخصص، ده بياتي بعد النون اوثوريتيف. بص بقى الاوثوريتيف ريستور بيعمل ايه بقى؟ بقوم داخل على الدوس على ان تي دي اس يوتيل، هوريك الكوماند بتاعه دلوقتي، على ان تي دي اس يوتيل على السيرفر ده، وقوم قايل له انا عايز اعمل اوثوريتيف ريستور على الاو يو دي بكل اللي فيه. بيعمل ايه بقى؟ يخش على الفيرجن نمبر بتوع الاوبجكت دول ويعمل لهم انكريمنت بكام؟ 100,000. انت متخيل؟ ايا كان الفيرجن نمبر اللي كانوا فيه يزود عليهم 100,000. من النهايه برجع الداتابيز از سورس، انا اللي هفرض كلمتي عليكم، محدش هيمشي كلمته عليا. وصلت؟ يبقى الاوثوريتيف ريستور علشان اعالج الميجور فيلير اللي حصل في كل فروع الشركه، دي حاجه اتدلتت على مستوى 20 فرع. لا، ساعتها هعمل اوثوريتيف على الاخ ده اهو، وهضمن ان هو اللي هيمشي كلمته وهيرجعها بالاجبار على الكل لانه عنده الفيرجن نمبر الاعلى. وصلت؟ تمام يا باشا. وصلت؟ معنى تمام. كده ان الريبليكيشن بيتم ما بين الاديشنال دومين كنترولرز والدومين كنترولر الاساسي بينهم الموضوع على حسب الفيرجن نمبر. طبعا ده في مقارنات لسه هنتكلم. الاوبجكت ده لسه عدل عليه بياخد فيرجن اصلا نمبر، بص الكتاب لسه بياخد سلايد فيرجن نمبر. ريبليكيشن جاي في شابتر بعد كده، بس انا عايز اقول لك ان بيحصل مقارنات ما بين في الفيرجن نمبر ماشي، تمام. عشان والحته دي علشان يعالجوا حاجه اسمها الكونفليكت، لو في كونفليكت ما بين السيرفرات ماشي. فانت كده فهمت دلوقتي الفرق ما بين نون اوثوريتيف واوثوريتيف. نون اوثوريتيف بيرجع الداتا بيز از ديستنيشن، بيرجع الاوبجكت بالاوريجينال فيرجن نمبر، معناها ان اي حد ممكن يفرض كلمته عليا. اوثوريتيف برجع الداتا بيز، او برجع مش الداتا، ممكن ارجع الداتا بيز او اوبجكت او او يو، برجعها از سورس، بيخش على الاوبجكت ويزود عليه المتوحش 100,000. فبعد ما يخلص القصه دي كلها، مجرد ان انا ارستر السيرفر، ولا واحد هيقدر يتنح معاك وانت لا تفرض كلمتك عليه. اتمنى انها تكون اتهضمت 1,000,000%. حد عنده اي مشكله؟ ها الدنيا حلوه يا شباب؟ هي شوية كده فيها ايشو صعبة. ليه 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 ليه؟ قول لي فين وانا معاك، انا ما عنديش قد مشكله، قول لي من اول فين؟ لو بتدينا مراجعة تاني فيها طيب من أولها دي. حاضر حاضر، بص اقول لك الموضوع ببساطه شديده. دلوقتي انت عندك سيناريوهين من الكوارث في الريستور صح؟ تمام. السيناريو العادي سيرفر واحد بس دومين كنترولر وقع معاك، ممكن اللي انا ماشيها نان اوثوريتيف، معناها ايه؟ اعمل ريستور وريستارت وكل سنه وانتم طيبين، مش محتاج ان انا اعلي الفيرجن نمبر ولا افرض كلمتي على سيرفرات. ليه؟ لان انا ما عنديش العدد محدود قوي سيرفر او اتنين دومين كنترولر، فانا برجع دومين كنترولر بتاعي من الريستور وما يهمنيش اي حد هيدينا ابديت شكله عامل ازاي. وصلت؟ ده النان اوثوريتيف او الحاله العاديه خالص اللي هي ايوه النان اوثوريتيف. طيب حالة شبه اللي أنا عملت لك دي، تخيل معايا إن الشركة ليها 10 فروع ماشي؟
وبيكون مقصد شغلت سكريبت زي اللي عملته من شويه، غلطه مني راح مدلت كل الاو يو بتاعت كل اقسام الشركه، وهوب ريبليكيشن حصل، الديليت سمع في العشر فروع، صح ايوه كده؟ صعب ان انا انزل فرع فرع اعمل بقى ان انا اوثوريتيف، صح؟ ابقى انا كده مجنون، اكيد صح؟ اكيد. فانا محتاج ان انا اريستور في مكان واضمن ان الريستور بتاعي لن يتم تجاوزه، خدت بالك من اللفظ اللي انا بقوله؟ فساعتها هعمل نون اوثوريتيف ريستور عادي خالص، مفيش حاجه هتتغير، تمام؟ بس هخش ورا منه اعمل اوثوريتيف ريستور. حته اوثوريتيف ريستور هم كوماندين ثلاثه، بيعمل ايه الكوماندات؟ يخش يعامل فيرجن نمبر 100,000، وصلت؟ يبقى انت ساعتها، فهمت. ايوه، يبقى انت ساعتها ضامن 1,000,000%، لن يتم تجاوز كلمتك ومحدش هيفرض ريبليكيشن عليك، وصلت؟ تمام يا باشمهندس، اظن كده الدنيا تمام؟ ان شاء الله. طب بس معنى ها، مثلا بس كده ان بيكون في داتا لوس، لا خالص، داتا لوس فين بقى؟ اذا كنت انا يعني رجعت الباك اب بتاعي، رجع كل لو حاجه نسخة كانت موجوده الباك في الويندوز واكتف وكل حاجه، ماشي، انا بس ماليش دعوه بالداتا اللي عليه بارتشان تاني، انا ليه دعوه سيستم ستيت، بتكلم اكتف دايركتوري دلوقتي، ماشي. انا بتكلم في الاكتيف دايركتوري، داتا بيس اكتيف دايركتوري ما بيكونش فيها كده في الحاله دي داتا لوس، سي انا واخد اخر باك اب من 24 ساعه ماشي، والسيناريو اللي حصل ده ديليتد ده وانا عايز ارجع الباك اب ده بعد 24 ساعه، في كده بيقولوا 24 ساعه داتا لوس، في داتا رايحه لو حصل اي تشينجز يعني، او رايحه من الاكتيف دايركتوري بص ما هو لو في اقول لك، اي تعديلات تعمل الاكتيف دايركتوري. بص ما هو انا لو انا باخد باك اب كل 24 ساعه، فمعناه انه في سكيل كبير، في فجوه ما بين عمليات الرايت اللي حصلت ومن اخر باك اب انا اخدته. صحيح. فهرجعك بقى لحاجه تانيه، هرجعك ان انا بحدد الفريكوينسي بتاعت الباك اب على حسب كميه التعديلات اللي بتحصل، صح؟ طالما انت تمام. عايز تضمن انه مش هيبقى فيه اي داتا لوس، فساعتها ممكن ان انا اسرع الباك اب، اخد باك اب مرتين في اليوم، 3 مرات في اليوم براحتي، ماشي. فساعتها تمام. يبقى بقلل الداتا لوس شويه، بقلل الار بي او بتاعي شويه، اللي انا برجع لاخر داتا كانت موجوده عندي، ماشي. تماما. بس طيب في حاله الريستور بتاع الاكتيف دايركتوري ديت، الاستيت اللي انا برجع فيها، لو في ابلكيشنز مثلا معتمده بتعتمد على الاكتيف دايركتوري بشكل كلي زي الاكسشينج او شير بوينت، عادي خالص، الابلكيشنز بتاعها ايه طيب؟ ده انا عادي خالص. ليه؟ اصل بص، ما هي الداتا بتاعت الابلكيشنز دي مش متخزنه في البارتيشنز بتاعت اكتيف دايركتوري، في انتجريت ما بينهم، صح؟ صحيح. بس كل حاجه هترجع، انت ما خسرتش حاجه. مش محتاج ان انا اعمل ريستارت الاكسشينج الشير بوينتس عشان حتى الكي دي سي، او لو انا اقول لك على مرجع حاجه، من اصل حته ان اعمل ريستارت دي، بص اولا عمليه الاسترجاع والكلام ده غالبا هتبقى خارج وقت الدوام، صح؟ فساعتها لو انا عملت ريستارت مش هخسر حاجه، المهم ان انا اقوم الدنيا مره تانيه، ماشي. تمام. طيب بس مش تعال بقى نعمل ممكن يظهر معايا مشكلة التراست دي اللي هي اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت لا في بعض ان انت، لا بعض لا الاستثمارات لا لا او اصلا بعض خلي بالك، طالما انت بترجع باك اب تمام، وطالما رجعتها بنفس باسوردات الكمبيوتر اكاونت اللي كانت متاخده بيها مع سفارات تانيه، خلاص، لان هي بتتغير تمام. على هما الاثنين مره واحده كل 30 يوم، ماشي. تمام. طيب بص بقى، انا هعمل ستوب للفيديو ده عشان نشوف عملية الاسترجاع هتتم ازاي.